إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه وأصحاب السنن إلا النسائي رحمه الله جميعا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا لفظ أصحاب السنن. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر، عشر ذي الحجة. هذا العشر أيام قد تدخل إن شاء الله غالبا يوم غد، يوم الجمعة بالتوقيت ديال المغرب، غالبا هو أول ديال الحجة، يعني عفوا يوم السبت غدا إن شاء الله غيكون هو الأول أيام ذي الحجة بتوقيت ومراقبة المغرب في الغالب. بمعنى قد تدخل عشر أيام الأولى ديال الحجة غدا إن شاء الله يوم السبت. هذه العشر أيام اللي داخلة تيقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: العمل فيها أحب إلى الله من الجهاد في غيرها. العمل في هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى أحب من الجهاد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ الصحابة المطاعين كان عندهم واحد الحس كبير على الأعمال الصالحة، ما كانوش كيسولوا على اللي مزيانة واللي خايبة، هما كيسولوا على اللي مزيانة شنو اللي مزيان في المزيان، كيسولوا أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، لأن الوقت الحياة ضيقة، عندك حيز ضيق، بغى يملؤوا بالأفضل أحسن ما كاين. فتيسولوا الرسول عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال: حج مبرور. هذا كيدل على أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد الإيمان بالله ورسوله. ومع ذلك تقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام اللي غندخل غدا إن شاء الله، أي عمل صالح غديرو هو أفضل عند الله، التواب ديالو، الصومة ديالو طالعة أفضل من ثواب ديال الجهاد في غير هذه الأيام. إلا صورة واحدة سيدنا: رجل خرج بنفسه وماله، خرج الجهاد وخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد وذهب ماله في سبيل الله. هذا هو الحالة الوحيدة التي تستثنى من التفضيل، أما ما سوى ذلك أي عمل صالح عند الله سبحانه وتعالى الصومة ديالو طالعة هذه. فأهل الآخرة وأهل التجارة مع الله كيغتنموا الفرصة، ما حد الصومة طالعة نفس العمل،
غادي تديرو في هذه الايام اللي داخله غتشد عليه اجر لا يخطر لك على بال، ماشي بحال الاجر ديال الايام الاخرى، هو نفسه ديرو قبل ما تدخل العشر عنده ثمن. تدخل العشر ايام كيطلع السوق، وحنا في تجاره مع الله. يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. ويقول تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يعني بحال باش نمثل، بحال شي سلعه في الايام العاديه دايره درهم، تيجي واحد الوقت تكوني دايره 100 درهم في السوق بيعوا الشرايا، والحد السلعه تقدر تبيعها بدرهم، ويجي شي موسم اللي تكوني دايره مثلا 100 درهم. على سبيل المثال، راه هي السلعه، العمل هو، ولكن الصوم ديالو عند الله سبحانه وتعالى طالعه هذه الايام العشر ديالو. فلنغتنم الفرصه قبل ان تفوت هذه الايام، ما تسناش حتى تخرج هاد 10 ايام وعاد انت باغي تبيع وتشري، بحال السوق تفرزك عاد واحد يبغي يبيع ويشري. تبيع مع الله وشري، ما حد السوق قايمه وما حد السلعه والثمن طالع مع الله عز وجل. فالنقطة المفصلة، متى نقول الأعمال الصالحة؟ أي عمل صالح؟ شنو هي الأعمال؟ واحد يقول لك أنا بغيت ندير العمل الصالح هذه الأيام، بغيت أنا بغيت نبيع ونشري مع مولانا باش نتقل الميزان ديالي، راه عندي سيئات خصني نتقل شوية الكفة ديال الحسنات. أش الأعمال الصالحة؟ أعمل أي عمل صالح وأفضلها وأعظمها ثوابا عند الله الفرائض. أول حاجة الإنسان يحرص عليها الفرائض، وأعظمها ثوابا بعد الشهادتين الصلاة. أفضل الأعمال اللي الإنسان يحرص عليها في هذه الأيامات هي المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها في جماعة. بالنسبة للرجال، تصور تحضر جمعة عندك الأجر أفضل من المجاهد، تحضر صلاة جماعة عندك الأجر أفضل من المجاهد. في هذه الأيام يجي دخل ننفع نغتني من الفرصة. نبينا عليه الصلاة والسلام سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. وفي لفظ: الصلاة لوقتها. وفي لفظ: الصلاة في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذا فاش كيدل هذا على أن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، أن تصلي الصلاة في الوقت. ولا يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب الأعمال لله الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث الشاهد عندنا أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. فأعظم شيء نحرص عليه في هذه الأيام هي إيش؟ هي الصلاة الوقت والصلاة الجماعة. إلا عندك بدل، ما تخلفش، ما تفوتكش في صلاة جماعة الفجر ولا الظهر ولا العصر. فهاد الأيام راه الصوم طالعة، راه السوق طالعة والصوم طالعة. ها وحدة الصلاة بعد الفرائض، السنن والرواتب والنوافل. الصلوات السنن الرواتب يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: سنة الفجر دوك ركعتين كنصليو كل فريضة، أربعة ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين ركعتين ديال النافلة كتكون رواتب مرتبطة بالفرائض ملاصقة معها، تكون معها من قبل منها ومن قبلية ولا بعدية. فهي الإنسان يحرص عليها. صلاة الليل، فهي الإنسان يحرص على ما تيسر من الليل. راه كما قلنا الصوم طالعة، إنها الصلاة من أول حاجة نحرص عليها، الصلاة بفرائضها ونوافلها. الأمر الثاني بعد الصلاة الصيام. الصيام في هذه الأيام العشر هو الصيام نفسه بحد ذاته بلا هذه الايام العشر. يقول فيه الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، كي يجازي الله عليه بغير حساب. والحسنات بعشر امثالها، حسنات اخرى من غير الصيام كي يجازي الله عليه الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. لكن الصيام كي يجازي الله عليه بلا حساب،
تنقول على حسابي فوت 700 ألف شبلة بالجملة بالجملة. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وجاء أحد الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال عليك بالصيام فإنه لا عدل له لا مثيل له. إذا الصيام في هذه الأيام الإخوان حرصوا على أن يكثرون الصيام ما استطاعوا على قد جهتك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اختلف العلماء في صحته أنه كان يصوم من 9 أيام كل أخر في ذلك في نقاش بين العلماء، لكن حتى لو كان الحديث ما في نقاش لا شك لا خلاف أن الصيام من جملة الأعمال الصالحة التي تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن، داخل في الأعمال الصالحة. فنجتهد في الصيام كل لعبة قد استطاع باش ما كثرتي الصيام باش ما مزيان كثرتي الصوم كاملة بل عرفة وحبس مزيان. فإن عجزت أو كسلت أو بخلت أو تهاونت فلا يفتنك يوم عرفة. يوم عرفة ما تفتنش قاعد لك تن أيام أيام ماشي أيام مريض اللي مريض راه ممكن توصل لها. حنا كنقولوا أيام بمعنى ضعيف الإيمان ديالو ما يفوتكش يوم عرفة، ما يفوتكش يوم عرفة. ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. تكفر الذنوب ديال عامين، العام اللي فات والعام اللي غادي يجي 1445 1446 تتسبق التكفير. إلا قبل الله منك فهذه فرصة. وهذا العام راح اليوم الأول عندهم الحجاج بن الحجة غيوافق يوم السبت. يوم السبت هو مكروه لإفراد يوم السبت. من الأحسن صوم على الجمعة والسبت لأنك يعني مكروه، لكن مع أنه مكروه العلماء قال لك إذا أنت صمتي السبت بوحده ما قاصدش السبت قصد عرفة لا بأس. ما قال ماشي نيتك السبت نيتك عرفة يعني ماشي قصد السبت قصد عرفة لا بأس، لكن من الأحسن باش تخرج من الخلاف وباش تكثر شويه الصيام نسق مع الجمعه باش تخرج من المشكل. اما الحد اللي هو غادي يجي يوم العيد عند الحجاج فلا ننصح بصيامه، يعني يوم عرفه راه كيتحبس الصيام يعني. والذي نعتقد كاين واحد النقاش علمي بين العلماء واش عرفه هو عرفه اللي خشيته الناس ولا كل بلاد عرفه ديالها. كاين واحد النقاش علمي بين العلماء نقاش، لكن الذي ألين الله به أن يوم عرفة ولاش تسمى عرفة هو يوم وقوف الناس بعرفة. فاش الحجاج واقفين حنا صايمين، ولهذا الفقهاء تيقولوا يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج. علاش يقول غير الحاج؟ لأن الحاج خصو يقول باش يتقوى على الذكر وعلى العبادة. لا يستحب صيام يوم عرفة الحجاج، الحجاج يراه كياكلو ذاك النهار باش يتقوى على العبادة، واللي ما حاش يصوم. فهو يوم عظيم يدنو ربنا جل وعلا فيبالي يبالي بأهل الموقف يبالي بهم ملائكته يقول ما أراد هؤلاء كما جاء في صحيح مسلم يبالي الله بهم كيبالي الله بهم ملائكة الناس الحجاج. فهذاك النهار هو أصح أن نصومه. والأمر واسع إلى من يقتنع بالقول الآخر والأخذابين والفتوى أن المسألة خلافية والعلماء مختلفين فيها. لكن نقولوا الشيء اللي تيظهر الضرب على أنه صواب واللي قلة شي عالم ما لا يلام ولا يعاد ولا ينكر عليه ولا ندخل في نقاشات وعقيم وخصومات ونضرب إلى الأبواب. على قديمة قبل ما تولد انت ولا ما مختلفين جيتي انت تحسن من خلاف ما يمكنش. فعلى كل حال الصيام الاخوان الصيام 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 بعد الصلاة الصيام بعد الصلاة والصيام الذكر. تكلموا عليه في الخطبة الثانية. بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم فيه من آيات الذكر الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر الله من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله.
وقد أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذاكرين، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال للصحابة الكرام: إن أفضل أعمالكم، أو قال: من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخيرا لكم من إنفاق الذهب والورق، وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم ذكر الله. فذكر الله جهل يسير، لكن إذا كان من قلب فأغلى وعظيم وأفضل الذكر وأعظمه ثوابا وأثرا ما تواطأ عليه القلب واللسان. اذكر الله تقصد الله يلقي لسان القلب غافلا، اذكر الله القلب حاضر وتحس بحالك بحالك كتشحن بحال شي جهاز دبتي في الشحن، تحس براسك تزيد إيمان ديالك تيطلع. ولكن حضر قلبك، حضر قلبك ملي كتذكر الله، ما تقصد الله بلسان لسانك وقلبك غافل. فلنكثر من الذكر في هذه الأيام يا إخوان. علاش؟ العلماء قالوا: لماذا؟ بس نكثر من الذكر. أولا لأنه عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال الصالحة راه تساوي الثمن ديالها. ثانيا لأن الله قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات جاء عن ابن عباس أنها هي أيام العشر، عشر الحجة. والأيام المعدودات أيام التشريق، واذكر الله في أيام معدودات. حيت في القرآن كاين أيام معدودات من قرين سورة البقرة، وكاين أيام معلومات من قرين سورة الحج. ابن عباس قال لك المعلومات هي عشر الحجة اللي قسم الله بها، والفجر وليالي عشر. نحن بها الله هذه الأيام، كيحلف الله بشي حاجة ربنا عظيم عن الله. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولهذا كان الصحابة يكثرون الذكر في هذه الأيام، وبالأخص التكبير. دابا الذكر كله مزيان، ولكن التكبير بالأخص الله أكبر. علاش؟ لأن الله قال أيضا، يقول عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سخرها لكم لتكبروا الله. هذا التكبير ديال أيام العيد هو هذا الدليل عيد الأضحى، وعندنا التكبير ديال عيد الفطر تاع هو القرآن: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. التكبير ديال عيد الفطر هو في القرآن، كنكونوا نتكبروا في طريق المصلى في المصلى التي تخص الإيمان عيد الفطر. وفي عيد الأضحى حتى هو التكبير ديالو مذكور في القرآن، وهي الآية اللي سمعتو، والتهية فيها: لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ولهذا كان الصحابة يكبروا الله في هذه الأيام. وورد عن ابن عمر وأبي هريرة عند قول الإمام البخاري أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أبو هريرة رضي الله عنه يروي، ذكر الإمام البخاري معلقا في صحيحه، أنهم كانوا يخرجوا الأسواق باش يفكروا الناس بالتكبير والذكر في هذه الأيام، تيكبروا الله أكبر فوسط السوق، الناس مشغولة بالبيع والشراء والدنيا والشياطين خدامة تما. السوق هو يعني أبغض البقاع إلى الله، الأسواق فيها كذوب فيها تحرميات فيها يعني بغيتي أبغض البقاع إلى الله باش تذكر الله تما شيء عظيم. ولهذا كان يدخلان إلى السوق وتيكبروا، فتيسمعوه الناس كيسمعوه التكبير ديالهم تيتفكروا تما كيكبروا. فهنا يشرع التكبير، وهذا كيسمو العلماء التكبير المطلق اللي هو غير مقيد بوقت. عاد كيجي التكبير المقيد اللي عندنا في المذهب المالكي وفي قول عبد الله بن عمر، كيبدا تا نهار العيد الظهر، كيصلوا الظهر ديال نهار العيد، مرة ما كنربحو كنرجعو كنصليو الظهر.
ملي كنصلي الظهر الامام تيسلم تيكبر تيقول الله اكبر تيقول الناس مراه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يكبرون بتكبير وهذا سنه ثابته عن السلف تكبير بتكبير الامام والتكبير بتكبير الامام لا يعني القصد الموافقه بصوت واحد ماشي بالشرط انه تعبوا خاصنا ضروري نطلعوا كاملين ونحطوا كاملين لا تيكبر تنكبر تيكبر الامام كنكبر منين تيبدا التكبير تيبدا من صلاه الظهر تيكبر الامام كنكبر مراه ديال نهار العيد حتى صلاه الصبح ديال اخر ايام التشريق حيت كاين يوم العيد و10 كاين 11 و12 و13 ذو الحجه هو اخر ايام التشريق صلاه الصبح تيكبر مراه الامام وكيحبس التكبير هذا صح عليه ابن عمر وهو مذهب عند المالكيه وعقيله من العلماء يعني خمسة عشر صلاة تبدأ الظهر كيسالي بالصبح باش تكمل خمسة عشر صلاة ثلاث أيام ديال التكبير بادية من الظهر ديال نهار العيد حتى لسميتو حتى الصبح ديال آخر أيام الشهر أشنو فيه التكبير هذا المقيد ذكرناه غير ذكرناه لإتمام الفائدة وإلا حنا كنتكلمو على العشر أيام ديال الحجة قبل ما تجي هذه الأيام يوم العيد هو اليوم هو اللي داخل في 10 ايام ذو الحجه وداخل في ايام التشريق او لا مرتبط بايام التشريق على خلاف بين العلماء هذا هو يدخل فيها او لا يعني يوم العيد هو العاشر في نفس الوقت هو من 10 ايام ذو الحجه واخر اي هو اخر ايام ذو الحجه اخر ايام العشر وداخل في هذيك الايام اللي فيها التكبير المقيد له ذو الصلوات لان ذكر الله ذكر الله ذكر الله والإنسان يحرص على الأذكار اللي كتكون قليلة الألفاظ وعظيمة الثواب بحالاش نبينا عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين جويرية فوجدها بعد صلاة الصبح تذكر الله مشى وعوضش عندها وقت الضحى طلع النهار عوضش عندها بقى ما زال تذكر الله قال لا زلت على الحال التي تركتك يعني بقي في براسك منين خليتك قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت حتى الآن لوزنتهن قال لك هذيك أربعة كلمة ثلاثة مرات لو دارت في الميزان مع هادشي اللي أنت كتذكر الله حتى دابا غتكون تقل منهم في الميزان شنو هما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وجاء بيان ذلك في مسند الإمام أحمد كيفاش كنديروا ليها نقول سبحان الله وبحمده ثلاثة مرات في الدنيا ثلاثة مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد خلقه حفظوا سبحان الله وبحمده عدد خلقه عن كلمة واحدة نعاود نقول سبحان الله وبحمده رضا نفسي سبحان الله وبحمده رضا نفسي سبحان الله وبحمده رضا نفسي هاي وعاود نقول سبحان الله وبحمده زينة عرشي سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده زينة عرشه وعاد نقول سبحان الله وبحمده مداد كلماته سبحان الله وبحمده مداد كلماته سبحان الله وبحمده مداد كلماته هذا وقت وجيز على وقت الظهر طبعا الفجر من مرة صلاة الفجر تطلع النهار باش تعرف العلم انك تحصل به اجر جزيل بعمل يسير دير شوية وتخلص بزاف بالعلم فحرص الله رحمه الله على ذكر الله في هذه الأيام هذه ويشرع رفع الصوت بالتكبير كان الصحابة لهم ألفاظ ما أن التكبير مذكور في القرآن ما كاينش تحديد كان كل صحابي كيفاش كيكبر والنبي صلى الله عليه وسلم كينكر عليه مش مثلا سلمان الفارسي كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول ورد عنه انه كان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وكان الصحابه كيجتهدوا كان منهم اللي يقول الله اكبر واجل وكان ابن عمر يقول الله اكبر على ما هدانا الله اكبر على ما هدانا من جبر ولتكبروا الله على ما هدانا هو تيقول الله اكبر على ما هدانا فديك الله ها هو لسانك تغير غادي جاي عوض ما تبقى كتخمم
والشيطان عاتوس وسلك الخوى الخاوي تقول الله اربح اربح مع الله في هذه الايام هي الاخره. نسال الله تعالى ان يتقبل منا جميعا. اذا ذكر الله اذا قلنا شنو قلنا صلاه الفرائض في الاوقات ديالها قلنا النوافل اي الصلاه فرائض ونوافل قلنا الصيام باش ما تبقاش مزيان وخاص يوم عرفه قلنا ذكر الله حتى وابواب الخيرات والاعمال الصالحه كلها نتكلموا على اعمال متعديه الى الغيب من افضل الاعمال واحبها الى الله اللي هي متعلقه بالاعمال المتعديه الى الغيب بعد ما ذكرناه من اعمال هي تتعلق بالله عز وجل بر الوالدين. قدم معنا حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم ماذا؟ قلت اي ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. تصور كيفاش سبق بر الوالدين الجهاد في سبيل الله. الجهاد علاش؟ الجهاد فيه جوج انواع، كاين يكون فرض عين وكاين يكون فرض كفايه. بالنسبه لفرض الكفايه بر الوالدين مقدم على فرض الكفايه. كي بعض الناس يكون فرض عين، كل واحد بعض الناس يكون فرض كفايه. من تيكون فرض كفايه مقدم عليه بر الوالدين، ولهذا لا يجوز الانسان في هذه الحالة دي الفرض كفاية جاهد إلا بإذن والديه. واحد الصحابي كان جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وقال رسول جاء باش يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي جئت لأجاهد معك. قال لي هل لك سؤول على الوالدين؟ هل لك من الوالدين؟ قال نعم. وذكر له قال تركتهما، ذكر أنه تركهما يبكيان. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، قال وجاهد في والديك بر ديالهم الانسان ديالهم. حيث هنا الجهاد جهاد فرض كفايه، ما ندخلوش في المسائل الفقهيه وخصها باش نشرحوها، غير كنقول الجهاد راه فيه وفيه، كاين اللي ما كيحتاجش لإذن الوالدين، كيكون فرض عين بحال الصلاه ما غاديش تشاور مع باك باش تصلي الصبح ولا الظهر ولا العصر. وكاين شي مرات يكون فرض كفايه، يعني الا قام به البعض يسقط عن البعض، هذيك الحاله الثانيه بين الوالدين مسبق على الجهاد، هذا قال لي اذا قال لي مسبق بين الوالدين بخلاف الحديث الاخر اللي تقدم معنا اللي تسبق فيه الجهاد، كل حديث والفقه ديالو. الشاهد عندنا بين الوالدين صله الارحام لاحسان الى الخلق اخراج الزكاه. يجوز تعجيل الزكاة، كاين دابا تيخلي الزكاة المحرم مزيان، قال لك أنا عندي الحول ديالي في المحرم مزيان، ولكن نصيحة لوجه الله، هذا الوقت معك السومة طالعة، راه يجوز شرعا أنك تقدم الزكاة، لأنه يعني ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من عمي العباس زكاة عامين، وثبت أن العباس استأذن في تعجيل زكاة مالي فأذن له، يعني يجوز تخرج قبل الوقت ديال الزكاة، قبل ما تولي. لكن لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. الزكاة فريضة، الزكاة فريضة أموال. أنت غتخرج غتخرج. وعارف أنت تقريبا واخا باقي ما حسبتيش السلعة ديالك ولا شي، ولكن أنت عارف تقريبا شحال عندك، كل عام كتخرج. خرج من الأيام حسب لك. نصيحة لوجه الله، ما حد تمام السومة طالعة، لا تخرج هذا 10 أيام وبغيت نحسبه. الإنسان يبيع وشي مع الله. لا تكن من الغافلين، لا تكن من الجاهلين. هذه فرصة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الأعمال الصالحة عموما، إحسان إلى الناس، كشف قربة المكروبين، ها؟ الصدقات، يعني نوافل الصدقات، أي عمل صالح. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه بلق، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا للأعمال الصالحة في هذه الأيام. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأطهار وصحابته الأبرار التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق أمير المؤمنين جلالة الملك محمد الساس لما يحب ويرضى، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأتانا أن نذكر شيئا مهما، الوقت ما سالناش، كنا غنتكلموا على الأضحية، حيت الأضحية كتكون يوم العيد وهي داخل 10 أيام، من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، الأضحية لمن استطاع، وراه هي ماشي واجبة، راه لو
لو ما عندك فلوس وما تحيتيش ما عليكش دين. فكيف هي سنة مؤكدة ماشي واجبة وضحية، لا تكلفش على راسك فوق طاقتك. فعلى إيه كلام على هذا العدم نؤجله إلى جمعة لاحقة. فأسأل جل وعلا أن يتقبل منا، وأسأل تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفق أمير المؤمنين جلال الملك محمد السادس لما يحب ويرضى، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وأن يفضل بولي عليه وسائر أسرته إنه ولي ذلك القادر عليه. وأسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفرج عن إخواننا المسلمين المكروبين في فلسطين، اللهم فرج عنهم كربتهم، اللهم فرج عنهم كربتهم، اللهم فرج عنهم كربتهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسوهم، اللهم إنهم لا مأوى لهم فأوهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وعليك باليهود الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وأنت أرحم الراحمين. أقول هذا الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.